أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد، واليوم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم فيه عن الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. وفي كلامنا عن الذكاء الاصطناعي النهاردة هنتعرف على إزاي إن احنا هنقدر نعمل تخليق للميوزك أو للمزيكا. هنروح على موقع اسمه traxy.ai، وده اللي هيساعدنا على تخليق your own unique and royalty free music without any prior experience. يعني هنقدر نخلق المزيكا بتاعتنا من غير اي سابق تجربة. تعالوا مع بعض هنعمل sign up. احنا ممكن نقول sign up with جوجل، بنختار الاكونت. تمام، احنا هنا عملنا الاكونت بتاعنا. طبعا هو فيه هنا مجموعة من الميوزك نقدر ان احنا نسمعها. طبعا هنا الميوزك ملهاش حقوق ملكية لان الـ AI هو اللي مخلقها، فهو هنا بيقول check out some examples، وزي ما قلنا هنا هو ده الـ AI هو اللي مخلقها، مش متاخدة من اي مكان تاني. ده النموذج الثالث. طيب لو احنا عايزين نخلق حاجة خاصة بينا، تعالوا عند كرييت. من كرييت اول خطوة عندنا المود بتاعنا، هنختار المود. يفضل ان يكون اول واحد، انا هختاره، انت حر في الاختيار التاني. اللينس ممكن تختار اطول لينس. الخطوة التالتة generate my track، هو هنا بيعمل جنريت. انتظرناه لحد ما يخلص. انا اقدر اعمل سيف واقدر اسمعها هنا. واجي من اللايبرلي هنا واقدر ان انا اعمل لها داونلود او شير زي ما انا عايز. بقدر اعمل لها داونلود او شير، او ان اقدر اعدل البيانات هنا نيو تراك، واقدر اديها اسم وليكن بهذا الاسم، واقدر ان انا احدده واسمعه. وكل ده مجانا زي ما حضراتكم شفتوا. ولو انا خدت شيرنج لللينك بتاع التراك اللي انا عملته، اقدر ان انا اديه لاي حد، ولما يروح هيقول له listen to sharing track، listen to shared track، ولما يعمل كليك عليها هتظهر له ويقدر هو يسمعها تاني. كده وفي عجالة نقول اتكلمنا بسرعة ازاي ان انا عن طريق الذكاء الاصطناعي اقدر اعمل جنريت لتراك بتاعي الاوديو ساوند والمزيكا بتاعتي من غير ما يكون ليها حقوق ملكية، ومن غير ما انا اخد اي تراكس واحطها مثلا في اليوتيوب عندي ويطلع لها حقوق ملكية والفيديو بتاعي يتلغي. نقدر هنا زي ما حضراتكم شفتوا ان احنا نعمل الساوند تراك بتاعنا ومن غير اي خبرة في المزيكا. بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله.